يجدع وموحد ربي وبسنت ما بغلي من طبعي ان انا مخدرش والخلي ما بتقدرش لو في جعرك انزلي فين الابطال فيجو الدخلاوي بركان هيصل وانفجر صح لينا كل البشر تدن لو تعمل ذكرت سورة تموت حضر الابلية راجعة ابطلت موت من الفجعة طب سيف الدنيا ولعة نعلي الصوت سوق الحضر احلى حارة اس حتى مفيش بشارة ابو انشي ده احلى جزارة ابن محمد وش الخير ومحمد ابو انشي رجولة جدعنا بالدرجة الاولى عايشين فعل ومش هولة وحضرنا عامل تأثير السكينة على راسك يا لو جيت تعمل مشكلة احنا اساس السندانة ما بنهبش سلاح قلبنا مش موجود هنا ضربنا ضرب بحرفنا بتحرك مش زوزانة تشوف اشباح عايش في الدنيا بقاسي وبقيت فايد احساسي انا شلت الناس على راسي ملقتش اصول من طبعي ان انا مخدرش كلامنا لا مش بنجوه عالدغري ما بنجاملوش راجل في عيوننا نشيلة والفرحة وشدة نجيلة وفينا لازم نوفيلة بنصون وما بنخنوش بنصون وما بنخنوش الحب ده حب قلوب مش حب فلوس وجيوب سندالة عيش محبوب وسط المغاليك هتبص تحت رجليك الكل هيكره فيك قرشك مش هيعلي اللي مني يكون في عناية برا عني بقية زي اي مادة تحت رجلية الرجولة موجودة بسيادة الرجولة موجودة بسيادة ولا اي كلام يشغلني لو عندك فعل عاملني هاكلك قبل ما تاكلني انا مش بطال لو جلي ده موت يحسلي جارح في عراك تملي لو فيك عريك انزلي فين الابطال من طبعي اللي انا شواف لو كنت راجل خواف احسن ما تعاملنيش انا على المركلة متربي على راسي لو كنت في حبي مجدع وموحد ربي وبسندل ما بجليش وبسندل ما بجليش اللي قدرني ده مني والخاين يبعد عني انا مش متهني اللي بتحسدني خليك سالك وانا حبك طب للغل اللي في قلبك في الشد اللي دايما جنبك كنت وجدت بالحضرة الإبلية سوق قول عالفرحة وقول عالسوق اللي سعامك مشتوق تيجي بالحب انت تخشنا عند محمد ده المولود الأرض اتفرشت الورود ايد الحضرة دي جايبة سود وأحلى أرض يابا أرضنا مربي ناس رجالة أصيلة سوق الحضرة دول العدل قلنا الحد يدعم ده ابو انشي تعزيم سلام لكبير العيلة الرجولة تسكن في القلب اي حتة الرجل تدب الرجولة محمى ابو انشي يخلي لك حمد يا رب ابعت سلام للمعلمين كل حتة من سياتين يسأل الحج محمى كمان هو كبير الجراحين عالغلبة مش بنفتري عمرنا في مرة ما نتعالى النزيه تامر العسكري عيلتي العسكري الرجالة شرح السور ساكن عالمبدا رجالة جدعة صوت عالجد المسيطر عادل بوندو راجل يشرف اي حد احمد شيتو سلبه جميل واحد صاحبي يقوم بفريق اوعى تفكر يوم تعالى
احنا مش بنخاف يا شقيق، احنا مش بنخاف يا شقيق. احلى مسا على الشاب السالم اللي زوله يروح في مالك، الرجوله دي عايشه عشانه الباشا السيد ابو مالك. اللي بيحضر ده بيركن كل واحد عمره شو سايب فينكم، اللي مشرف ارض الحضره المتصيد مؤمن شن ارض ابو اسمي شرف اي مجال ابنزل الحضرة وسوق الحضرة تعطينا عنا لنتشال صبح رجل ومجال سكال هتزول وشوف وش المفتال هنبعت مسا جايب من الاخر عالف خمحام والعسكري خمسة معانا كل الحكاوي ولو جرحت انا عمري مداوي بحر مسا من اجل الفارس الفارس حودة البهنة ساوي بلزة مرسي على من نزال الحضرة خلص الشغلة معاه وسوق الحضرة ارض الزعامة ومفيش حد بيتحدى حمو بيك افيون البلد ويقدر كرمان من قادر متعلق نور التور فريق نجاح مش هتعادوا شبحنا في جد دخلاوي لو عندكو تنفيذ تبسط الكلام